يخرج رئيس عربي هنا وملك هناك وزعيم هناك، يقدم سحارتين من البندورة وكيلوين من البطاطا، ثم يخرج متبجحا بكرشه الذي ترحل ويقول نحن قدمنا مساعدات، ألا تخجلون من على أنفسكم من هذا العار؟ الدول عندما انظروا ماذا قدمت الدول الأوروبية لأوكرانيا من مساعدات، جهزت جيوش بأرتالها، فرق عسكرية مثلكم، بعد أن مثلكم، آسف لو تكلمت بالعامية، للي مثلكم بعد أن اخترق الصهاينة معاهدة فيلادلفيا كامب ديفيد، اتفاقية الاستسلام التي وقعها السادات ووقعها مع الصهاينة، ألم يخترقوا معاهدة كامب ديفيد؟ كان عليهم تجهيز في 6 فرق عسكرية، 4 فرق عسكرية من مصر وفرقتين عسكريتين من دول الجوار من الأردن وسوريا، ولكنهم لم يحركوا ساكنة حفاظا على عروشهم وكروشهم المترحلة، لم يحركوا أدنى، لم يستطيعوا إدخال زجاجة ماء إلى غزة، لم يستطيعوا أن يدخلوا سندويشة إلى غزة، لم يستطيعوا أن يشبعوا بطن طفل جائع أو نسقوا طفلة عطشانة أو أن هذا كله تخاذل عربي واضح وصريح. لا يظهر أحد يقول الدولة الفلانية ساعدت والدولة العلتانية ساعدت، الذي يريد أن يساعد يحرك بوارجه ويحرك جيوشه ولا يأبأ بالقوانين الدولية. سيدتي كما يقول المفكر العالمي نعوم تشوماسكي، أنت تمتلك من الحق بقدر ما تمتلك من القوة، لو كنا نحن العرب نمتلك أدنى قوة لما وصلنا حالنا إلى هذا، لما وقفنا عاجزين 20 كيان عربي أو 20 دولة عربية 20 دولة مترحلة واقفون عاجزين بشعوبنا بدولنا بكياناتنا بجيوشنا بعدنا وعتيدنا، عاجزون عن إدخال زجاجة ماء إلى غزة. الله أكبر، إلى هذا الحد وصل بنا الذل والضعف والهوان والعار؟ هذا واحد. 2، من يقول الثائر لا يتجزأ؟ سيدتي لا استطيع ان اكون ثائر في فلسطين ومجرم مقاتل حرب في سوريا، لا استطيع ان اكون ثائر في فيتنام ومجرم مقاتل حرب في العراق. انما الدول تبنى على المصالح المتبادله والمنفعه المتبادله، الدول ليست جمعيات خيريه. عندما تقدم تركيا مثلا البعيده او عندما تقدم ايران البعيده مثلا سلاح الى المقاومه في فلسطين، فهذا ليس لسواد عيون السنوار وليس لسواد عيون ابو عبيده، بل هناك مصالح سياسيه متبادله. وعندما يظهر لنا الملثم ويقول شكرا للدوله الفلانيه وشكرا للدوله العلتانيه، فانما هي مصالح سياسيه بحته لا اكثر ولا اقل. راينا ماذا فعلت ايران في سوريا، هجرت 14 مليون سوري، راينا ما ارتكبته من مجازر في العراق، فهل يعقل ان يكونوا هؤلاء ثائرين في فلسطين